من كام يوم حصل حادثة مؤسفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لطفل بريء عمره 14 سنة في مدينتي في القاهرة الجديدة. يوسف طفل 14 سنة ماشي في الشارع هناك، فكان في عربية تانية جاية بسرعة بيسوقها طفل تاني عنده 16 سنة. فالطفل ده يظهر ان هو كان واخد مفاتيح بقى من والده الله اعلم او حاجه كده، وسايق العربيه بسرعه شديده جدا في احد الشوارع. واضح ان هو اتفاجئ بيوسف قدامه، ما قدرش ان هو يتفادى يبدو، فخبط يوسف. للاسف يوسف في العنايه المركزه، عنده اصابات شديده، ربنا يا رب يلطف بيه ويخليه لاهله، لان زي ما عرفنا ان هو طفل وحيد لابوه وامه. عنده كسر في الجمجمة وكسور في أماكن كتير من الجسم وفي العناية المركزة، ربنا يا رب يلطف بيه. المفترض أن الطفل المتسبب في الحادثة تم القبض عليه في جلسة محكمة زي ما عرفنا بعد بكرة الثلاث، عشان تنظر في الحكم أو تنظر يعني في الواقع أو القضية. بعض الفيديوهات منهم بعض الفيديوهات كان الأستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير صحافة الوطن كان ناشر مجموعة من الفيديوهات أو أحد الفيديوهات بيقول إن هي من حساب الطفل المتسبب في الحادثة وهو بيسوق العربية بسرعة شديدة جدا. يمكن هتلاقوا حضراتكم بعض الصور، هتلاقي على سرعة 200 ده يمكن طريق السويس اللي قدام حضراتكم على سرعة مش عارف 260-270، يمكن الصورة أنا مش شايفها من هنا يعني، بس السرعة عالية جدا. صورة تانية كان 229 كيلومتر في الساعة، يعني فوق ال 200 كيلو. واضح إن ده من على حسابه زي ما كان نشر، وإن هو يعني متعود إن هو يظهر إن هو يسوق بالطريقة دي زي ما كان نشر. فنتأكد من الموضوع، نشوف الموضوع واصل لفين مع الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير صحيفة الوطن. أستاذ سامي مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. معقولة الفيديوهات اللي إحنا شايفينها والسرعة الجنونية دي للولد 16 سنة المتسبب في حادثة يوسف؟ تخيل، يمكن ربنا او جزء من دليل قدره اسره يوسف تقدمه لجهات التحقيق النهارده الصبح. الفيديوهات دي دي الفيديوهات. يوسف له اخت وحيده اكبر منه مريم 16 سنه، وهو يوسف 14 سنه. فمريم دخلت على حساب ده يوسف اللي على الصوره حبيبي. يا رب يشفيه ويعافيه. ربنا يتولاه يا حبيبي، يا رب ان شاء الله ويشفيه ويعافيه ويرجع سالم تاني باذن الله ان شاء الله. مريم قدرت تدخل على الحساب وبنصيحه من احد من قرايبها او زمايلها قال لها في فيديوهات هنا قلتها محطتها كان مخيب دوله واثنين وثلاثه، والفيديوهات دي ما نزلتش مثلا الاسبوع اللي فات، نازله من فتره. يعني الصوره اللي على حسابه دي اللي هو سايق على سرعه 229 ومصور العداد وكاتب ماي كار، يعني عربيتي يعني. يعني هو العداد زي ما اتفضلت في مره 229 انا لقطت واحد على طريق السويس، السرعه كانت عاليه جدا، كانت فوق ال 200 برضه يعني. لقطت 205، لقطت يعني حاجه فوق ال 250. ونرجع نسال الحوادث بتحصل ازاي؟ تخيل، وده طفل برضه يعني هو 16 سنه حدث 16 سنه. المهم هذه الفيديوهات قدرت مريم تجمعها، ووالده مريم اللي هي الكاتبه دي قدمت هذه الفيديوهات النهارده لجهات التحقيق علشان توصل لهم حاجه، توصل لهم فكره انه مش زي ما الاب قال ان الابن غفله وخد المفتاح وما يعرفش يسوق ومش خطوتين بالعربيه ورجع تاني، لا ده هي كده بتدلل لجهات التحقيق على فكره انه سبق ليه مره واثنين وثلاثه، انه معتاد على الموضوع ده، معتاد وبينزل بسرعات كبيره ومختلفه. طبعا حضرتك عارف كيف يتعامل القانون مع الاطفال في هذه الجرائم. هو اخلي سبيله على ذمه القضيه من اول يوم مشي، واتخذ اجراء ثاني ان هو في محاكمه. انا كنت بتكلم النهارده مع عبير نجم محاميه الاسره، فالاستاذ عبير قالت انه المحاكمه هتكون يوم الثلاث بعد بكره، هينظر
من امام قاضي محكمه الطفل علشان خاطر يواجه الاتهامات اللي هي موجوده. تخيل استاذ عمرو يوسف مصاب بكسره الجمجمه، مصاب بكسره في الفك، مصاب بكسره الحوض، بكسره في رجليه، عنده كم كسور غير عاديه وهو فاقد الوعي تماما. خليني اقول لك على مشهد انساني يعني ابكى كل الناس اللي عرفته وكل الناس اللي شافت يوسف وهو في الحادثه. بعد الحادثه على طول كان لازم يعرفوا منه اسرته مين او يتصلوا مين عشان يجي ياخده. فالولد يعيني ربنا يشفيه قالوا فتح عين واحده وشاور لهم على رقم مامته، كان اخر تواصل بينه وبينها مثلا قبلها بربع ساعه بنص ساعه، ونزل الساعه 8:30 يوم الخميس. تمام. يعني فتح عين واحده كده وشاور لهم على الرقم رقم مامته على التليفون. ودخل في غيبوبه، يعني يمكن يكون اخر رقم هو رقم والدته اللي لقطه قبل ما يخش في هذه الغيبوبه. ولسه طبعا اتمنى من ربنا ومن كل الساده المستمعين ومن كل ام وكل اب يدعو ليوسف لعلها تكون واحنا يعني في يوم مفترج النهارده، يعني داخلين في اول ليله من رجب يعني، فان شاء الله لعلها تكون ان شاء الله ليله اجابه وساعه اجابه. ربنا يا رب يشفيه ويقوم بالسلامه لاهله. يعني طفل جميل يا استاذ عمرو غلبان، واضح يعني طفل طفل صغير 14 سنه يا استاذ سامي. يعني انا كنت بتكلم من شويه مع حد من حبايبي بتحكي على الكسور وكمها لهذا العدد من الكسور وكسر في الجمجمه وكسر في قاع في عظام قاع العين. الولد انا قلت لفظ الولد لسه اخضر، لسه ما وصلش لمرحله الشباب اللي هو يتحمل باذن الله يقوم بالسلامه. يعني ان شاء الله يقوم بالسلامه، واحنا واثقين طبعا في جهات التحقيق ان هي بتنظر في هذه الفيديوهات، بتنظر في القضيه، بتنظر في كل شيء يعني، واحنا كلنا ثقه الحقيقه يعني في ان هم هيتخذوا الامر القانوني اللي مش بس يجيب حق يوسف ولكن كمان يحفظ حق اولادنا كلنا. لان للاسف يا استاذ سامي احنا بنشوف ده في اللي بيسموها الكومباوندات، صح كده؟ بتلاقي تجمعات، بيقول لك التجمعات الراقيه والكومباوندات، بتلاقي اطفال بيسوقوا عربيات اهاليهم بمنتهى الاستهتار، بمنتهى الاستهتار. بالظبط يا فندم. وفي اماكن كتير للاسف، وفي الساحل بنشوفه، وفي اماكن كتير بنشوف ده خصوصا في الاماكن اللي هي بعيد عن المرور، يعني هو ما يقدرش يطلع مثلا على طريق عام الا بقى لو كان قلبه ميت يعني. فالحقيقه بنشوف ده والناس بتقعد وبوح صوتنا ان احنا نقول يا جماعه بلاش تسيبوا المفاتيح بتاعت عربياتكم لاولادكم، بلاش ارجوكم، ولكن محدش بيسمع للاسف الا ما نظر يعني. اتمنى يكون في رقابه، اتمنى يكون كل اب وكل ام مسؤولين عن حياه هنا بتتكلم انت عن حياه الغير، مش حياه ابنك طبعا بس. طبعا مش ابنك بس، لازم تفهم ابنك انه في ناس مسؤول عن طبعا انت مسؤول عن حياه الناس. لما يعني هو هنا مثلا لو انصح هذا الفيديو فهو بيغرز، بيعمل غرزه، شوف حضرتك بالسرعه دي ممكن في اي لحظه ياخد عربيه عربيتين قدامه وفيهم ناس ابرياء ما لهمش اي ذنب. طبعا ما لهمش اي ذنب. ومعقول ده يعني انا مش فاكر مره مشيت على 180 في حياتي. حاجه الحقيقه غير طبيعيه. احنا عندنا فيديوهات يمكن من بعض الفيديوهات اللي كانت موجوده فيها صوره الولد في اكتر من بنزينه وهو واقف وبيتصور جنب عربيات، سواء عربيات او عربيات اصدقائه، ولكن حفظا لي يعني برضو هنحتفظ برضو بحقوقه لان هو في النهايه طفل مش هنظهر وجهه، ولكن يعني بيدل ان هو واضح ان هو متعود على ده او ان هو زي اولاد في السن ده بيتفخروا بده. يعني عموما هنتابع مع حضرتك يوم الثلاث ونشوف اول جلسه ايه اللي هيكون فيها، وان شاء الله ربنا يا رب يسلم يوسف ويحفظ يوسف ويقوم بالسلامه ان شاء الله لوالده ووالدته والاخته، ربنا يا رب يسلم عليه يسلمه يعني ويسلم ولادنا جميعا. شكرا جزيلا استاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير صحيفه الوطن.